مساء الخير على حضراتكم، ازيكم؟ وحشتوني. النهاردة الاثنين 14 أغسطس 2024، ما زلنا نسعد ونتبارك ونحتفل ونفرح درجة كبيرة جدا من الفرحة بصوم السيدة العذراء مريم والدة الإله العذراء كل حين القديسة مريم. وبشكر الحقيقة القناة كلها الحقيقة على المجهود الكبير اللي بيتقدم في نقل النهضات والقداسات من كنايس كتير جدا، والهدف هو استمتاع حضراتكم بأكبر عدد من الأباء الكهنة وصلواتهم وأصواتهم والأباء الأسقفة والوعاظ. حقيقة موسم مليان بركة، ويا رب يكون موسم نهضة ويكون خدوا بالكم لما احنا بنركز في الصلاة وبنقرب من ربنا وبنصلي من أجل البلد، فده بيعود على البلد ولا شك بشكل طيب جدا. وأنا لا أنسى اليوم اللي شفت فيه قداسة البابا تواضروس ربنا يطول عمره بيرمي المية بعد انتهاء القداس في 1/6 في عيد دخول السيد المسيح له المجد أرض مصر، بيرمي المية في النيل. القداس كان معمول في كنيسة العذراء المعادي في جزء في هواء الطلق مشرف على النيل على طول فوق المكان اللي عدت منه العائلة المقدسة. والحقيقة لم أسمع منذ هذا اليوم إلا أن إحنا بنتابع وبنشوف موضوع سد النهضة، طب هيحصل إيه، طب إيه المشكلة، طب ممكن نتضر إحنا في إيه، لكن لم يحدث منذ هذا التاريخ أن قلت مياه النيل أو قلت الأمطار، بل بالعكس عمالين نوسع في مفيد تشكى وعمالين نوضب وننظف ونستوعب كمية كبيرة ونملأ البحيرة اللي ورا السد بكمية كبيرة الحمد لله. فكملوا صلاة من أجل هذا البلد الرائع المحب اللي فيه ناس كتير قوي جمال وطيبين وبيحبوا ربنا ويعرفوا ربنا وبيصلوا لربنا وبيدعوا ربنا وبيصوموا لربنا وبيتصدقوا لربنا. والشعب ده شعب فعلا فعلا شعب أصيل. فتعالوا نصلي حتى لو كان في قلة، فعلا قلة، أنا ما بستخدمش الكلمة دي خالص لكن فعلا جت على بالي دلوقتي وحسيت إنها منطقية. حتى لو كانت قلة، قلة يعني فعلا قلة شديدة جدا، قلة صغيرة مش مقدرة قيمة هذا الوطن أو بتتصرف تصرف مش مظبوط أو بتشوه هذه السمعة، سواء عمدا سواء بأجر سواء من غير أجر سواء جهلا سواء بمصلحة أو من غير مصلحة، يتغلب عليها السواد الأعظم من الحب ومن التضحية ومن الصلاة ومن العبادة ومن البركة، فتظل مصر فوق الجميع دائما بإذن الله. النهاردة هيكون معنا فقرة حوار عن تعديلات قانون العمل مع دكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون الدولي العام بالجامعة الأمريكية للعلوم، ده عن فقرة الحوار. أما عن أخبارنا النهاردة بنستهلها بإصدار السيد رئيس فتح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مفتيا للديار المصري لمدة 4 سنوات بناء على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. فضيلة الإمام يهنئ المفتي الجديد دكتور نظير عياد وكذا وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وأيضا نيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرة المركز وقناة ميسات يتقدمون بالتهنئة لفضيلة المفتي بمناسبة تولي المنصب الجديد. في سابقة هي الأولى من نوعها وزارة التعليم تقرر تعديل نتيجة الثانوية العامة. الحقيقة أول مرة تحصل في تاريخ هذه الكارثة اللي على دماغ الناس وأكتفهم بقالها عشرات السنين وجاسمة على صدورهم من الدروس الخصوصية ومن العسكرة في البيت ومن الطوارئ ومن التعب ومن كل حاجة الحقيقة، وأولادنا مجهود وعرق وسهر ومذاكرة ليل بنهار
أول مرة وزارة التربية والتعليم تقرر تعديل نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا، بعد أن اكتشفت الوزارة خطأ في النموذج الرسمي لامتحان مادة الفيزياء بعد نشره على الموقع الرسمي للوزارة. الوزارة أعلنت رسميا إضافة درجتين لبعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، واعتبار الإجابتين ب وجيم صحيحة للسؤال 34 بالنموذج أو ما يعادله من نماذج بامتحان فيزياء لجميع الطلاب المستحقين، وحذفت الوزارة النتيجة من على الموقع الرسمي لتعديلها ونشرها مرة أخرى بعد تعديل درجات الطلاب. أنا طبعا مش هقصو على الوزارة، ومش هقول دي فضيحة، ومش هقول راجعوا شغلكم كويس قبل، لا هرجع أقول تاني نفس الكلام اللي قلته ساعة التنسيق وفي الحلقات اللي كنا بنكرم فيها وبنستضيف أولادنا الأحباء الأوائل، أرجع أقول إنه لا مبرر على الإطلاق من أن تظل هذه السنة بهذه الكارثية على أهالينا، ولا مبرر على الإطلاق أن تظل هذه المليارات تنزف من دماء المصريين وليس فقط جيوبهم لتذهب إلى فئة الدولة لا بتاخد منهم ضرائب ولا بتقول صراحة ان ده حقهم والمفروض يحصل كده ولا اي حاجة. تمثيلية كبيرة بنمثلها كلنا على بعض ان احنا مش عارفين وانه بس موافقين وامتحانات بتكرس للدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية بتكرس للامتحانات دي بالطريقة بتاعتها بنفس الحفظ بنفس عدم الفهم عدم اكتساب المهارة عدم التطوير في الشخصية عدم القدرة على اتخاذ القرار عدم الوعي بمرحلة جديدة في حياة كل ولد وبنت من أبنائنا وبناتنا زي ما احنا لا جديد لا جديد. وحط بقى عليهم انه لا مؤاخذة كان في درجتي. معانا الأستاذ رفعت فياض الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. مساء الخير يا أستاذ رفعت. مساء الخير يا أستاذ إيهاب، أهلا بيك. يعني أنا مش عارف أعرف رأي حضرتك في اللي بيحصل، أنا مش هسألك أسئلة محددة، تفضل سعادتك. لا أستاذ إيهاب، أولا اللي حصل النهاردة خطأ جسيم جدا من القائمين على امتحانات الثانوية العامة، سواء الواضعين للامتحان أو المراجعين له أو الذين وضعوا الإجابة النموذجية للأسئلة التي وضعت أو الذين راجعوا ورقة الأسئلة بعد انتهاء اليوم بتاع الامتحان بتاع الله. ده في ناس كتير يعني مراحل كتير يعني، وكلهم أحيلوا للتحقيق. لكن أنا أحيي الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم للأمانة، وهو عارف ان هو لما يقدم على قرار بهذا الشكل ويعلن عن هذا الخطأ البعض هيهاجم البعض. لا بس دي جرأة شديدة طبعا، دي جرأة شديدة، لكن اصر على اعطاء الحق للطلاب بشكل جيد جدا واحال كل المسؤولين للتحقيق. طبعا حدث ارتباك في المشهد التعليمي في بالنسبة لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أستاذ إيهاب، بالإضافة إلى المشهد أيضا أمام مكتب تنسيق القبول. طبعا الدرجتين دول عشان الناس تبقى معانا، ده فرق رهيب يعني، ده بيودي مرحلة تانية نتيجة الثانوية العامة كلها بالكامل، بالإضافة إلى أن ترتيب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في الشعب اتغير بالكامل. والخطأ جه منين يا أستاذ إيهاب؟ السؤال رقم 34 في مادة الفيزياء، الإجابة بنظام الاختيار المتعدد بيبقى إجابة ألف وب وجيم. الإجابة الصحيحة كانت ب، لكن اللي وضع الإجابة النموذجية واللي اتبرمج على أساسه الماسح الضوئي أو القارئ الضوئي اللي بيصحح اوراق طلاب الثانويه العامه في ماده الفيزياء الكترونيا حط ان الاجابه لهذا السؤال هي رقم جيم وليست ب. ثم الطلبه اجابوا، في طلبه حطوا الاجابه على جيم خاطئه لكن حسبت لهم صح وخدوا الدرجتين. و
واللي جاب على أجاب على الإجابة الصحيحة الحقيقية به حرم من الدرجتين لأن المسح الضوئي قرأها خطأ. أي. وبالتالي إما عندما اكتشفت قررت وزارة التربية إعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة في هذه المادة بالكامل. وبالتالي إعادة الدرجتين دول يعني كل مصر. يعني كل طالب وطالبة امتحنوا فيزياء هيعاد التصحيح علشان ياخدوا الدرجتين دول؟ أعيد فعلا وأعدت نتيجة جديدة للثانوية العامة وبلغ بها مكتب التنسيق من امبارح. وبالتالي بس اتحسبت ازاي او قرروا فيها التصرف ازاي؟ انا كنت سمعت حاجة كده برضو اعرف رأيك فيها. احد اولياء الامور المحترمين قالوا لي اللي حط امتحان الفيزياء حطه بالعند في استاذ معين، ده صحيح؟ لا 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 مش هنوصل لدرجة دي، احنا نتعامل مع الموضوع بشكل عقلاني يعني. طيب رأي حضرتك يا استاذ رفعت في ضمان عدم تكرار هذه الكارثة إضافة طبعا للكوارث اللي خدنا عليها؟ المفروض التدقيق والمراجعة سواء للأسئلة عند وضعها أو بالنسبة للإجابة النموذجية عند إعدادها أو بالنسبة للمراجعة بعد امتحان المادة كل يوم. تمام. مادة الفيزياء، مادة التاريخ، مادة الرياضيات، مادة كله تتراجع، إنما عندما يراجعوا كل الجهات دي ويكون الخطأ موجود ويستمر هذا الخطأ فهؤلاء جميعا مسؤولين عن هذه الكارثة. وده أول مرة تحصل في تاريخ الثانوية العامة. بشكرك جدا يا أستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي متخصص في شؤون التعليم. خليني أقول لكم بس جملة وأخذ تليفون. وزارة التربية والتعليم قالت إنها لم تعلن أي تفاصيل بخصوص قائمة أوائل شهادات الثانوية العامة بعد التعديل، لأنه طبعا ده هيلخبط برضو قائمة الأوائل. المتحدث الرسمي للوزارة شادي زلطة أصدر بيان النهاردة وقال إن القائمة ما زالت في إطار المراجعة، ما تم نشره من أخبار مجرد اجتهادات لا تستند لأي معلومات رسمية أو دقيقة. طب خلينا ناخد واحد من الأوائل اللي نورونا وتشرفنا بيهم، مايكل رضا الحاصل على مركز السادس مكرر الشعبة الهندسية على ما أذكر. يا مايكل. أيوة أصدقها معاك. مش انت شعبة هندسية برضو؟ شعبة علم رياضة. ايه بقى قولي انت عملت ايه في السؤال دوت وبتتوقع ايه؟ بص يا استاذ ايهاب، هو انا اصلا لما يعني انا في الاول خالص لما بلغت اني طلعت من الاوائل وكده ما كنتش اعرف لسه تفصيلة الدرجات ولا اي حاجة. تمام؟ فاحتفلنا عادي، بس بعد كده بقى تاني يوم الصبح مثلا عرفت الدرجات بتاعتي بقى. انا نفسي لما شفت درجة الفيزيكس كنت عارف ان فيها حاجة غلط. لان انا كنت حاسب ان انا هنقص درجه واحده وانا كنت جايب 57 من 60. فعرفت ان في مشكله بقى. يعني انت الدرجتين دول هم اللي فرقوا معاك بالظبط. بس انا يعني ساعتها قلت خلاص بقى مش مهم، انا وائل وزي الفل. بس لقيت بقى من اول تاني يوم بيتكلموا على السؤال الغلط ده. ففهمت بقى ان في حاجه غلط حصلت وعرفت طبعا انت ما حدش يعني بلغك باي حاجه لغايه دلوقتي بقى انه تم تعديل درجتك، خدت درجتين زياده، بقيت الرابع بدل السادس، فيش الكلام؟ لا في دلوقتي قنوات بتتصل بيا بتاخد رأي يعني المفروض القايمة نزلت. لا ما نزلتش. نزلت؟ يعني انا في قنوات دلوقتي بتكلمني عشان تكتب منشور يعني. ايوه طيب بتكلموك وانت ما شفتهاش القايمة اللي نزلت؟ لا شفتها. ايوه المعدلة؟ طب عملت ايه؟ هو انا بقيت تاني مكرر بدل السادس مكرر الحمد لله. تاني مكرر؟ الف مبروك يا مايكل. الله يبارك في حضرتك. ايه ده الدرجتين دول فرقوا كده من السادس مكرر للتاني مكرر؟ اكيد يفرقوا طبعا، النص درجة بتفرق في الاوائل. يعني انت كده دلوقتي درجتك الاجمالية ايه؟ 95 ونص من 400؟ هي 400 انا كنت 403 ونص بقيت 405 ونص. 405 ونص من 410 بالظبط. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حضرتك. ربنا يزيدك يا حبيبي نجاح على نجاح، وان شاء الله تتعلم لما تبقى موجود في مكان ما تسببش اضطراب كده للآخرين، فتراجع شغلك مرة واثنين وثلاثة لأنك قريب إن شاء الله هتبقى في أماكن مرموقة إن شاء الله. سهاد مبروك يا حبيبي، سلامنا لبابا وماما كتير. يوصل شفتوا؟
يعني انا ما كنتش متخيل ده، انا قلت الرابع كده، قلت عشان الولد ما يزعلش لو مثلا ايه جت الخامس يبقى انا قربت. تخيلوا نط من السادس مكرر للتاني مكرر على الجمهورية بسبب خطأ الناس دول. وواضح طبعا ما حدش بيراجع حاجة، لو في واحد بس بيراجع وهو مدرس فيزياء كان اكتشف الموضوع ده على طول وبلغ، لكن كله بيأمن على اللي وراه، كله بيمضي، كله بيمشي، كله بيعدي. فطبعا ما فيش حد من دول يعني حس بحاجة، لكن في النهاية وده برضو يعلمنا كل واحد في مكانه يا اخواننا يراجع الشغل ويبص على اللي كاتب ويبص على الصح ويبص على اللي غلط ويبص على الحكاية على بعضها، وما يبلعش الحاجة لمجرد ان اللي اكبر منه عاملها، وما يقولش ده يسأل فيه فلان. طالما انت في المكان ده يبقى انت مسؤول، انت بتفهم. مش في المكان ده يعني وزارة التربية والتعليم، اي شغلانة في حد يعني مثلا لما يعني يجي لك ورقة مكتوب فيها ان 2 زائد 2 يساوي 6 ما تفوتهاش عشان مديرك مضى عليها، ولا علشان ما تحطش نفسك مشاكل، ولا عشان ما يتقلكش. يعني انت بقى اللي اهو كل الاستاف ده بيتحقق معاه بسبب الكارثه دي. على العموم انا ما اتمناه في هذه القصه هو انه الوزير الجديد يعني يمسك الوزاره دي بشكل محسوم اكتر من كده، وقوي اكتر من كده، وشفاف اكتر من كده، وفي مصلحة الطالب أكتر من كده، وفي مصلحة البلد أكتر من كده، وفي مصلحة الأسرة المصرية أكتر من كده، وما يصدقش بتوع التستيف وإنه كله تمام وإن كده زي الفل وده اللي بنعمله يا فندم معاليك كل سنة، وإحنا بس عايزين إمضة صغيرة هنا. يعني أتمنى إنه يصلح حال هذه الوزارة اللي لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة بتعدل النتيجة. و معرفش بقى يعني انا شخصيا معرفش ايه اللي ممكن يعني يحصل ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات والتنسيق والمكتب، دي مسألة بيفرق فيها النص درجة او اقل، ف درجتين وعين. خدوا بالكم هو ليه اعادة تصحيح؟ ما هو لو كان سؤال ما تصححش كان كله ياخد درجتين وخلاص، لكن هو بيعيد التصحيح ليه؟ لان في ناس عملوا الصح وخدوا الدرجه ونقصوا الدرجتين، وفي ناس عملوا الغلط وخدوا الدرجتين. علموا على الاجابه اللي المصحح قايل اللي حط الامتحان بيقول ان هي اللي مظبوطه وهي مش مظبوطه وكده بالصدفه فخدوا الدرجتين. فدلوقتي قال لك احتساب ب وجيم صح، ايه ده؟ نروح لرئيس الوزراء اللي عقد النهاردة اجتماع بشأن تيسير إجراءات دخول المستثمرين والبضائع وخروجهم من وإلى سيناء، وتابع موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالسويس وطرح الوحدات السكنية اللي تم تنفيذها للحجز، ووجه بسرعة طرح الوحدات السكنية اللي تم تنفيذها للحجز فورا. في سياق آخر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة عمل تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، وأكد أن أعمال التطوير تتناسب مع القيمة الحضارية للمنطقة، ما يسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين واستقطاب زوار أكثر. الحقيقة الموضوع بتاع منطقة هضبة الأهرام ده مهم جدا، وإحنا في انتظار أنه ينتهي هذا المشروع علشان هيبقى ممشى سياحي بطول 2 كيلومتر من المتحف المصري الكبير لغاية منطقة الأهرامات. والمفروض بيبقى فيه بازارات صغيرة، بيبقى فيه موتيل، ممكن أوتيل صغير يعني غرف فندقية بسيطة، كله ماشي، مفيش عربيات خالص، في أماكن استراحة، في كافيتريات. يعني ده تعرفين إحنا أي متحف في العالم بيبقى له رحاب، بيبقى له رواق، بيبقى له حرم، بيبقى له مكان مجرد ما تقعد فيه تحس بالعصر، تحس بالمكان، تحس بالثقافة، تحس بالحضارة. حواليك تماثيل، حواليك مكان ترتاح وتبص على المتحف من بره، تبص على الهرم من بره. هي المسألة مش كلها لف وقتح، لا، هي المسألة انك يبقى عندك قليل من التأمل كده
وسط كل اللي انت سمعته واللي انت شفته واللي انت اتمتعت بيه، اتمنى ان الموضوع ده يخلص بسرعة ويكون مفخرة كبيرة لمصر ان شاء الله. رئيس شعبة السلع الغذائية هشام الدجوي بيقول ان اسعار السلع لم ترتفع من شهر رمضان الماضي، واشار الى انخفاض اسعار عدد من السلع، وان الحكومة استطاعت السيطرة على الاسواق بانخفاض الاسعار بالاضافة لتوفير المنتجات، وقال ان مصر استطاعت توفير الغذاء للشعب المصري بالاضافة للضيوف المتواجدين على ارضها اللي تجاوز عددهم 10 مليون نسمة، وهو العدد الذي يؤثر على امكانيات دول عظمى. خلينا ناخد تليفون استاذ هشام الدجوي رئيس شعبة السلع الغذائية. مساء الخير يا فندم. استاذ نور يا فندم، ازي ما عليك يا فندم. اهلا بسعادتك. ايه ابرز السلع اللي يعني انخفضت اسعارها او على الاقل ما عليتش من ساعة شهر رمضان؟ حضرتك تعلم ان كان يعني اواخر السنه اللي فاتت واوائل السنه دي كان حصل دروب في الاسعار، والاسعار كانت ارتفعت بشكل جامد، وكان الاساسيه ابرزها كان الزيت والمكرونات والجبن والدقيق والرز والسكر وكده يعني. تدخل الدولة طبعا احنا زي ما نقول كده حظنا جميل كشعبة مواد غذائية، ان التدخل اللي بتدخله الدولة بيبقى تدخل ايجابي وبيسند كتير قوي في الظروف اللي احنا فيها دي. فمن قبل رمضان الاسعار ابتدت تنزل، ازازة الزيت اللي كانت ب 100 جنيه نزلت لغاية 65 جنيه اللي هي الزيت العادي اللي هو العادي. الزيوت بقى الذره والعباد ونفس الموضوع دي اسعارها نزلت، المكرونات اسعارها نزلت، الزيوت الرز والسكر، السكر طبعا حصل دروب فتره كده من فترات في رمضان وقبل رمضان، وابتدت الحكومه تضخ السكر من المخزون الاستراتيجي اللي عندها. طب اسمح لي يا فندم، الاسعار اللي نزلت اللي حياتك تحدثت عنها دي نزلت بس في المنافذ الحكوميه ولا في عند الكل بسبب موضوع تعويم الجنيه وما شابه يعني؟ لا يا فندم، عند الكل. عند قصه الكل. قصه المنافذ الحكوميه دي قصه ثانيه. المنافذ الحكوميه دي ازازه الزيت في التموين دي ب 30 جنيه. لا انا مش بتكلم في التموين، ما هي بتبيع بره التموين اللي هي الازازه اللي هي المجوهرات الاستهلاكيه اسعار فيها. استاذ هشام صوت حضرتك بيقطع. قمه الشعب كله دي كانت الاسعار دي اللي انا بكلم عليك عليها اللي هي نزل في السوق الحر. الزيت بقى ب 65 جنيه وما زال لغايه دلوقتي ب 65 جنيه. حته بقى الثبات في السعر وحته المنتج متواجد ده في حد ذاته انجاز، يعني لما يكون معاك فتره ثبات معديه اكتر من 6 شهور ومفيش منتج شاح من السوق في الظروف اللي سعادتك فيه، بالظروف الاقتصاديه، بالظروف اللي حواليك، بالضيوف اللي عند معاك، لان الضيوف اللي عند معاك دي مش جايبه اكلها معاها، هي جايه يعني دي دول يعني زي ما حضرتك تفضلت، يعني دي دول، الرقم ده يعمل دول. اي يا فندم يعمل دول، وبعدين الرقم دوت ده المفروض الاحصائيه اكتر من كده بكتير كمان. يعني انا بشكر سعادتك على وجودك معايا يا فندم جدا، استاذ هشام الدجوي رئيس شعبه السلع الغذائيه. ربنا يساعد البلد دي وكل انسان مخلص فيها، ونتمنى يا رب انه على فكره يعني انا اتمنى بس كل واحد منكم يحاول يدور على اقرب جار قريب صديق زميل في بلد أجنبية عشان يتأكد، عشان بعد كده مفيش حد يقول لي انتوا بتقولوا اي كلام وانه دي يعني ايه احساس المؤامرة وانه مش لا. لسه امبارح مقابل ناس عايشين برا، بسألهم ايه الاخبار كندا وامريكا استراليا، قال لي كلمة يعني وحشة قوي، يعني بمعنى يعني مش عايز اقول الكلمة، يعني كلمة مش لطيفة تقال في التلفزيون، بس معنى الاحوال سيئة جدا على كل المستويات. الحمد لله ان شاء الله نكمل ونمشي في طريقنا ومصر تبقى قد الدنيا ان شاء الله. خلونا نروح لفاصل اعلاني ونرجع معاكم مرة تانية.
12 أغسطس من كل عام هو اليوم العالمي للشباب. مسارات رقمية للتنمية المستدامة، ده العنوان اللي احتفل العالم على أساسه النهاردة باليوم العالمي للشباب. هي مناسبة طبعا مخصصة للاعتراف بإمكانات وإنجازات ومساهمة الشباب في جميع أنحاء العالم. الحقيقة يعني المرة دي العالم كله بيركز على الرقمنة، وأديكوا شفتوا أمريكا لما شركات الإنترنت والخدمات التكنولوجية فلوسها قلت راحت حصل فيها إيه، وإزاي اقتصادها مرشح للركود، وده بهدل بورصات العالم كله. موضوع السنة دي بيسلط الضوء على التقاطع ما بين الشباب والابتكار الرقمي والتنمية المستدامة، يعني الابتكار عند الشباب وازاي يبقى يعني مرقما ويبقى داخل كمان. يعني تخيلوا مثلا شاب موهوب عمل مثلا ابليكيشن على وسائل التواصل او الانترنت او كده وليه علاقة بالتنمية المستدامة، يبقى ده بيحقق الثلاث محاور اللي بيحتفل بيهم اليوم العالمي للشباب السنة دي، وبيأكد على الدور المهم اللي بيلعبه الشباب في التقنيات الرقمية. الأستاذ محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بيك وكل مشاهدين. كل سنة وانت طيب. وانت بكل صحة وسعادة. عايز أسألك إيه السبب في تخصيص 12 أغسطس يوم عالمي للشباب؟ طبعا بنتكلم على اجتماع الأمم المتحدة سنة 99 وضرورة الاتفاق على تذكير دول العالم المختلف بمسؤولياتهم تجاه الشباب. اليوم كان مهم أنك تفكر الدول ومؤسساتها أن الشباب يحتاج إلى المزيد من الإشراك من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار اللي بنتكلم فيه السنة دي. ممكن يبقى العام رقم 24 الخاص بالاحتفال باليوم العالمي للشباب، بنتكلم عن كل سنة بيكون فيه ثيم مختلف، بيكون فيه هدف مختلف، هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. طيب خلينا نخش على طول على مصر واسألك بصراحة، انت رأيك ان احنا وسعنا كفاية للشباب عشان ياخدوا المناصب اللي يستهلوها، عشان يتعلموا كويس، عشان يلعبوا يعملوا فن، يقدموا مواهبهم، ينطلقوا، ولا لسه برضو مش قادرين نوصل الكل؟ يعني في المحافظات بتاعة الجنوب مثلا، في ايه رأيك؟ وسعنا كفاية لا تمام، لكن انت شايف ان انت الدولة المصرية ما زالت تحتاج للكثير. انت بتتكلم عن مصر اللي هي دولة شابة بالاساس، بنتكلم عن جمهورية جديدة اللي هي دولة الشباب، بنتكلم عن دولة رسمالها الحقيقي هم شبابها، الاستثمار في العنصر حوالي 60% مش كده؟ اكيد. هو ده الاستثمار الامثل. لما تيجي تتكلم ان كنزك الحقيقي وثروتك الحقيقية جيشك بشبابك، مش طب في كلام بقى محدد؟ يعني مثلا تقول انا بقترح 1-2-3 للشباب من سن كذا لكذا، الدولة تعمل كده؟ خلينا نكون واضحين ان العالم لم يتفق على سن محدد للشباب. تعريفات الامم مش المتحدة مش مهم السن، سن 24. انا بتكلم على اقتراحاتك انت كرئيس لمجلس الشباب المصري، الشباب يعمل ايه، الدولة تديله ايه اقتراحاتك؟ اقول لك الشباب يعمل ايه والدولة تديله ايه. تفضل. اول حاجة احنا محتاجين تعزيز مشاركة اكبر للشباب في الشأن العام، محتاجين شباب اكتر في مراكز صنع القرار، محتاجين قبل ما نتكلم في مصطلح التمكين. طب يعني انت قول ان الدولة تعين شباب اكتر في الوظائف العليا، عايز انت تقول حاجة اقولها، ولا يا اما تسيبني انا اقول اللي انا عايزه؟ لا، ما هو انا بس عايزك تقول الحاجة بمسماها اللي هو يودينا دي مسؤولية مين. طب تسمح لي، طب اعبر عن وجهة نظري. اتفضل، ما انت بتعبر. طيب عن وجهة نظري. خلينا اتكلم معاك بشكل واضح. اول حاجة بنتكلم عن الدولة وفرت مسارات لتمكين الشباب للوصول لمراكز صنع القرار. محتاجين تعزيز مشاركة الشباب اكتر في الشأن العام. تمام. محتاجين فرص اكبر للشباب للتأهيل حتى يصلوا لمرحلة التمكين. محتاجين زي ما شفنا في التغيير الاخير للحكومة، شباب في مراكز المحافظين، في مراكز نواب المحافظين ونواب ومساعدين الوزراء، محتاجين نشوفهم اكتر في كل المواقع التنفيذية. محتاجين نشوف قيادات الاحزاب السياسية المصرية من الشباب. شفنا تعزيز لمشاركة الشباب في البرلمان،
الماضي 2025 محتاجين، واحنا السنة الجاية داخلين على انتخابات برلمان بغرفتين شيوخ ونواب، نسبة الشباب تكون أكبر، وما نلتزمش بس بنسبة الكوتا، ولكن يكون عندنا شباب بتستطيع الفوز أكتر في المقاعد اللي بالنظام الفردي. محتاجين نشوف شباب أكتر في منظمات المجتمع المدني يتولوا مراكز صنع القرار. محتاجين نشوف إشراك حقيقي للشباب في كل القطاعات. لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما حدث على أرض الواقع هو إنجاز، وإنجاز حقيقي بعد ما كنا بعيد تماما عن فكرة وصول الشباب لمراكز صنع القرار، وكنا في دولة كانت بتقول خليهم يتسلوا. الآن الشباب موجودين في كل المراكز، شايفين شباب موجودين في مراكز صنع القرار في الشركات والهيئات والمؤسسات الخاصة وأيضا الحكومية. محتاجين ثقة أكبر للشباب لأنهم أثبتوا نجاح في كل المراكز اللي هم تولوها. لو بتتكلم عن الثيم السنة دي الخاص لأطلقات الأمم المتحدة الخاص بالرقمنة من أجل التنمية المستدامة، محدش بيفهم الرقمنة قد الشباب. في ظل التحديات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي واللي انت شايفه من العالم كله، شايف التطور بقى مختلف، محتاج تدرب الشباب أكتر على التقنيات الجديدة. محتاج فرص في الجامعات المصرية بعيد عن التعليم التقليدي اللي أصبح ليس له سوق حاليا. محتاج يكون في منح لتدريب الشباب على مهارات التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وإزاي يتكسبوا من هذا التعليم. محتاج يبقى عندنا مشروع قومي زي اللي موجود في الهند، نحاول ان احنا ندرب 5 مليون مبرمج. دولة زي الهند بيدخلوا لها 150 مليار دولار سنويا. اذا تم الاستثمار في هذا القطاع بكل تأكيد ده هينعكس على مستوى الدخول للشباب المصري، هينعكس على المستوى الاقتصادي، هيساهموا اكتر كمان ان هم يكونوا مصدر لتعزيز الدخل القومي للدولة المصرية. كل دي حاجات محتاجين احنا بنحلم بيها ومحتاجين نشوفها تتحقق على ارض الواقع. شكرا جزيلا محمد ممدوح رئيس المجلس الشباب المصري. الحقيقه بس انا ما فهمتش يعني ايه تعزيز مشاركه الشباب في الشان العام. انا ما بفهمش اصلي الجمل الانشائيه، فلما طلبت تحديد قال لي قول انت لو انا اللي بقوله. انا مش عارف يعني ايه الشان العام، يعني هل الممارسه السياسيه، هل الوجود في مراكز صنع القرار، هل الاحزاب، هل اتحادات الطلاب في الجامعات والمدارس. كنت محتاج توضيح أكتر للشأن العام. طيب، وزير الخارجية بيشارك في حفل تدشين المرحلة الأولى لمركز مجدي يعقوب للقلب برواندا. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري والهجرة وشؤون المصريين بالخارج شارك في حفل تدشين المرحلة الأولى من إنشاءات مركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب. والمتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة صرح بأن المناسبة شهدت جولة تفقدية لدكتور بدر الموقع الإنشائي للمركز، وتم عقد جلسة مباحثات بحضور وزير الخارجية وزير الصحة الرواندي والدكتور مجدي يعقوب رئيس هيئة الغذاء والدواء الرواندية، بالإضافة للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدواء بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الرواندية. الحقيقة نموذجين جم ورا بعض، مجدي يعقوب هذا العبقري الفذ اللي استطاع في صمت، هو لا يجيد أبدا ولا يبحث عن الوجود في وسائل إعلامية، ولا وطبعا بيرفض معظم أو كل اللي بيعرض عليه للقاءات الإعلامية، ويمكن تشوفه ببساطة وهو معدي في أروقة المستشفى في مركزه في أسوان، وحد ممكن يطلع لايف على الفيسبوك مثلا من تليفونه يتصور معه. إنسان بسيط جدا لا يتحدث كثيرا إنما يعمل كثيرا جدا. خذوا بالكم اللي بيتكلم ما بيعملش واللي بيعمل ما بيتكلمش. ألف مبروك، لأن مركز مجدي يعقوب للقلب في رواندا ده هينقذ أطفال كتير جدا جدا في هذا البلد الإفريقي المكلوم كباقي الدول الإفريقية اللي مزقتها الصراعات ولم تأخذ إلا الشعارات والطنطنة. أما حق الطفل وحق الإنسان في أن يعيش حياة هادئة حرة مستقرة، يأكل لقمة نظيفة، ينام في فراش مريح، يتعلم، يتثقف، يمارس الموهبة والإبداع،
كل ده الحقيقة تنتظره أفريقيا، مش عارف هتفضل لغاية إمتى القارة دي بتخدم على مصالح الدول العظمى في شعوب ممزقة بتشتري فئات منها سلاح عشان تحارب الفئات الأخرى، وتظل هذه القارة السمراء الواعدة الرائعة اللي مفروض ان هي قادمة في الاستثمار وفي الثروات وفي الشباب وكل الحاجات دي متميزة جدا، بل بالعكس هي رقم واحد في العالم. يا رب يا رب تفوق الشعوب وتعرف مصلحتها وتركز في انها تبني اوطانها وتعيش مرحلة من الرفاهية وشيء من التنمية الحقيقية. في هجومين إرهابيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر أدانتهم في بيان صادر عن وزارة الخارجية النهاردة. الهجومين منسوبين لجماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي من مقاطعة كيفو الشمالية في شرق الكونغو الديمقراطية. هو ما أسفر عن 18 قتيل و14 مفقود حتى الآن. مصر أعربت عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة وأسر الضحايا والمفقودين، وأعربت عن تضامنها مع الكونغو ودعمها لكل الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمنها واستقرارها. يا رب تخلص الأمور على خير. آخر خبر معايا هو قرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ل605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطوة استثنائية ذات بعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. طبعا ده خبر حلو خالص، وأنا بفرح جدا جدا من لجنة العفو الرئاسي اللي هي كلها شباب واللي هي بتطرح أسماء دائمة على السيد الرئيس بحالات إنسانية، وإحنا شفنا لسه من كام يوم حكينا لكم حكاية برضو عن حالة إنسانية تعاطف معها السيد الرئيس وأدخلها في العفو الرئاسي. عايزين كده دايما تبقى بلدنا سباقة. إنه يا جماعة أنا عايز أكلمكم شوية في القصة دي، إحنا كنا عايشين في عصر كان الإعلامي بيقول للولد اللي بيقضي عقوبة أنت طلبت مني إن أنا ما أجيبكش بوشك وأنا احترمت رغبتك وعملت اللي أنت قلت عليه والواد وشه قد كده في الكاميرا، وده معناه إن إحنا كنا بنكذب، والمذيعة تستضيف واحدة بتقضي عقوبة أو واحد بيقضي عقوبة فتقول له أنت عملت إيه؟ فيقول لها ما عملتش حاجة، تقول له ما عملتش ها؟ أنا بكلمكم على حاجات أنا عشتها وأنا صغير كنت بتفرج عليها واندهش، ولا كنت في بالي في يوم من الأيام أبقى مذيع ولا إعلامي، بس إزاي تسمح لنفسك تكذب وتسمحي لنفسك تكلمي مواطنين ممكن يكونوا أسيادك وتاج راسك بالطريقة دي؟ ما الراجل خلاص بيقضي عقوبته، يمكن اللي بره عمل وما تعاقبش وما تفضحش، فتجيبوا الناس وتهزقوهم ووشهم قد كده في الكادر وتقولوا لهم احنا انتوا طلبتوا ما تطلعوش بوشكم. لا، احنا في سياسه دلوقتي، اولا المراكز اتغيرت خالص ونطفت خالص والتعاملات بقت احسن كتير، وبقى في كنايس، بقى في ورش، بقى في مكتبات بجد، بقى في عيادات، بقى في مستشفيات، بقى في مشاغل، بقى في انتاج، بقى في فلوس بجد بقيم كبيره بتتحط باسم النزيل، بقى منتج، بقى عضو ايجابي في المجتمع. قرارات زي قرارات العفو الرئاسي والعفو عن باقي العقوبه بسبب عيد او بسبب انطباق شروط او عفو شرطي او عفو صحي، القرارات دي بتقول ايه؟ بتقول يا أستاذ يا أستاذة يا اللي غلطت مرة وقضيت العقوبة، حتى العقوبة أنا كبلد مش هسيبك تكملها، هتعاطف مع حالتك الإنسانية، مع حالتك الاجتماعية، مع حالتك الصحية، مع حالة سنك، وهقولك أنا كبلد مسامحة في حقي. اطلع بقى وريني إزاي تكون مواطن أحسن ألف مرة من اللي معداش في التجربة دي واضطر يشوف ربنا في الأزمة.
مش تطلع بره بقى موصوم زي زمان، ولا حد يشغلك ولا حد يبص في وشك. فاكرين جعلوني مجرما لما فريد شوقي العظيم انتزع حق وغير القانون بإلغاء السابقة الأولى علشان قدم للناس المشكلة الحقيقية. هو كده الفن، هو كده فيلم جميل أبو حريد اللي عملته ماجدة عن المناضلة الجزائرية العظيمة اللي مازالت عايشة وبتزور مصر، وكانت هنا في 2020 علشان العالم كله تهز من الفيلم وعرف جرائم وفظائع الاستعمار في الجزائر وفي كل المنطقة. يعني أنا عايز أقول باختصار، أهلا وسهلا بكل إنسان بيتعامل مع هؤلاء معاملة محترمة، معاملة هادئة، معاملة فيها تشجيع على إن اللي جاي يبقى مستقبل أحسن بكتير من اللي فات. أشكركم، هنشوف الفيديو بتاع الإفراج ده، وهيبقى معانا فاصل قصير، وبعد كده نتشرف بوجود ضيفنا في صالون مساء الخير. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز نجاة. في خطوة إنسانية تعزز من القيم الاجتماعية والوطنية وتراعي الظروف الإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة بعثت الأمل والحياة في المفرج عنهم، خاصة أنها لا ترتبط بمناسبة وطنية مثل باقي قرارات العفو، وإنما جاءت استثنائية ببعد إنساني. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز نجاة. يا مصر وفيت بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. 605 نزيلا بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي وفقا للمراجعات القانونية من لجان العفو الرئاسي التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتحديد المستحقين للعفو. شكرا للإنادة وده فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حقه بلا. أقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة. العفو الرئاسي اللي عمله الأستاذ الرئيس ده دليل إن هو فاكرنا ومهتم بينا جدا، ويعني إحنا مش عارفين نقول له إيه يعني بصراحة، يعني كتر ألف خيره على اللي بيعمله معانا وفي البلد وفي كل حتة. بالنسبة لقرار السيد الرئيس، لما هذا القرار كأنه أحيا الإنسان من جديد، واحنا بنحمد ربنا ان ربنا احيانا من جديد، وفرحه لا وصف لها. ده حاجه زي الدموع بتنزل من عينيا انا واحد لوحدي من الفرحه. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليه، ربنا يخليه. اللي عمله معانا ده ما حصلش قبل كده في سجون مصر كلها. الرئيس السيسي يكفي شر المرض ويرضيه زي ما رضانا يا رب. ده برضه خاطرنا وفرحنا، مش كناش مصدقين برضه يعني حس بينا وفكر فينا ان احنا كبار السن مش مستحملين. فرحانه جو 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 فرحانه يا سيسي جو اللي انت مطلعتني لعيالي، ويجبر خاطرك ويخليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب لك يا رب. أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان والسعي نحو تحقيق الأفضل في حياتهم الجديدة في وطن يحترم ويستوعب الجميع. الراجل ده حس بينا وتعبنا، الراجل ده ربنا ينصره على من يعديه يا رب. يا مصري وفيت بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. شكر للي نادى وادى فرصة للحياة.
وقد شهد محيط مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات تجمع أهالي المفرج عنهم الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم وثمنوا غالياً القرار الرئاسي الذي يعد مفاجأة لهم بكل المقاييس ويجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان. احنا بنشكر الرئيس على الفرحه دي. متشكرين للسيسي متشكرين للسيسي. بدل قرار اهم قرار في حياتي كلها. الف شكر يا رجل اللي انت روحتنا للعيال. ربنا يخلي لينا ويبارك له ويخلي لينا ويطلع لاختي. الحمد لله. ربنا يخليك لمصر. ايوه. وربنا يعينه. احلى حاجه عملتها اللي انت طلعت لنا امنا بالسلامه. ربنا يخليك لينا يا رب. قولي له ما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا جمهورية مصر العربية. عيش السيد الرئيس على عفو كبار السن عبد الفتاح السيسي. احفى عنا في الدنيا ربنا يحفي عنا في الآخرة. الله أكبر. ربنا يحفي عنا في الآخرة كما عفى عنا في الدنيا. الله أكبر. الله أكبر. قرار رئاسي إنساني يرتكز على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بشكل إيجابي ويجسد حرص الدولة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية. اختتمت فعالية التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 24 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية والذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ للمهام المشتركة، ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل. فضلاً عن التدريب على تنفيذ طلعات التزويد بالوقود في الجو، كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق الأهرامات أبرز الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافي الذي وصل إليه العناصر المشاركة ومدى القوات الجوية لكلا البلدين في تنفيذ العمليات الجوية المشتركة بكفاءة واقتضاء. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية والملحق العسكري الفرنسي ووفد من ممثلي السفارة الفرنسية. خير على حضراتكم، اهلا بكم معانا في الفقره الحواريه لهذا اليوم. شرفني يكون ضيف فيها دكتور ميخائيل ماهر استاذ القانون الدولي العام بالجامعه الامريكيه للعلوم. اهلا بك اهلا بحضرتك دكتور ميخائيل. التعديل او المشروع المقترح كتعديلات على قانون العمل اهم ما فيه ايه؟ لا، هو اهم ما فيه لسه ما ظهرش، لان المقترح بيظل مقترح الى ان يطرح ويتم مناقشته. يعني احنا ما عرفناش لسه الملامح مش الزهرة، لكن احنا بصدد المناقشة، فأثناء المناقشة بتظهر ملامح القانون.
المشروع مقدم من الحكومة؟ من الحكومة. طيب يعني المفروض الأخبار بتتكلم عن التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، الأمان الوظيفي، تعديلات على الأجور، حوافز القطاع الصناعي، معالجة تحديات مرتبطة بفسخ العقود، حماية الحقوق المالية للعمال. يعني مش عارف هل طب أقول لك حاجة، تعال خدها من الناحية التانية، إيه المشاكل اللي موجودة في النقط اللي احنا طرحناها دلوقتي دي تحتاج إلى تعديل، ربما نفاجأ بأن التعديل بيعدلها. طيب هو احنا لو اتكلمنا عن فلسفة القانون، أي القانون الحالي يحتاج إلى بعض الإصلاحات، ومنها توحيد التعريفات بين قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. بمعنى ان في بعض الإحالات، يعني مثلا لو اتكلمنا عن مكافأة نهاية الخدمة، العمل قانون العمل بيرجئها او يقول لي شوفها في التأمينات، والتأمينات يقولها شوفها في قانون العمل. فعاوزين وحدة شوفها، بمعنى تعرف بالظبط حقك فيها كام. ايه ده؟ طب ما ده ابسط حاجة، التنسيق ما بين كويس. اذا احنا منتظرين التعديل في توحيد المفاهيم ما بين قانون العمل الموحد وقانون التأمينات، ده رقم واحد. رقم اتنين، المفروض يا فندم اسمح لي برضو حياتك تنورني، فضل، انه اي قانونين بيطبقوا على نفس الشخص او اكتر لازم يبقى في بينهم هذا التنسيق، ما يبقاش دي اسمها مكرونة ودي اسمها أباجور. حقيقي. خصوصا في تعريف الأجور صح، وتعريف الأجازات، تعريف المكافآت. فاحنا بحاجة إلى وحدة المفاهيم. صحيح، ده رقم واحد. رقم اتنين، أعتقد أن قانون العمل بالضرورة أنه يربط قضائيا بالتقاضي الإلكتروني. ليه؟ تقاضي الإلكتروني من الحاجات أو من أهم الأولويات للتقاضي الإلكتروني، خصوصا احنا شغالين على البنية التحتية ومشاريع الطاقة لجذب مستثمر. فما جيش مستثمر يقول لك انا هعذف في المحكمة العمالية سنتين ثلاثة. فبالتالي يهم المستثمر ده لو مثلا عامل هو اللي شكيه، لو هو اشتكى العامل، يعني في الحتة دي كلاهما العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، محتاجين ان قانون العمل من اولى القوانين اللي يتم ربطه بشكل مباشر بالتقاضي الالكتروني، بحيث اني لو في قضية عمالية ما تقعدش فترة كبيرة، خصوصا احنا بنهيئ مناخ لجذب الاستثمار. فبالتالي احنا نشوف اي حد هيدخل اموال ايه اللي بيتخوف منه. خصوصا يعني احنا عانينا كتير من فكرة التقاضي لفترات كبيرة، المشقة القضائية. كمان وكمان الـ يعني القول الشهير ان البطء في انجاز العدالة هو الظلم بعينه. يعني لما عامل مثلا ياخد حقه بس بعد 5 سنين بعد 10 سنين يبقى هيعمل بيه ايه؟ يعني هو القانون الحالي من الجيد انه بيلزم كلا الطرفين اللجوء للمحكمة بحد اقصى 76 يوم من بداية النزاع. يعني بيجبرني انا كعامل او كصاحب عمل لجوء المحكمة خلال 76 يوم من بداية النزاع. بداية النزاع دي تتحسن ازاي؟ دي بتبقى خناقة غالبا مثلا او انقطع عن العمل او هو قال له ما تجيش. يعني يبقى في حاجة مادية كويس، لكن هو بيقول له توجه للمحكمة امتى، لكن ما بيقولش للمحكمة انت هتنهي امتى. كويس، فهو عشان يجبر كلا الطرفين اللجوء المبكر للمحكمة. لكن بنحتاج بقى اللي هو حد اقصى لصدور الحكم. ولو امكن طبعا التقاضي الالكتروني اللي عن التقاضي عن بعد، اللي هو بيوفر كتير من اجراءات التقاضي والجداول والمواعيد تمام. طيب ايه تاني يا فندم؟ عاوزين نفرق ما بين قانون العمل الموحد وقانون الخدمة المدنية. احيانا بيحصل لبس ما بين القانونين. يعني مثلا لو اتكلمنا على سبيل المثال وزارة الكهرباء، اللي بيعملوا في ديوان عامل وزارة بيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. لكن اللي بيشتغلوا في شركات الكهرباء بيطبق عليهم قانون العمل. من الحاجات اللي برضو مهمة في القانون الجديد انه ينص صراحة ان اللائحة الداخلية جزء من عقد العمل،
لاني بالمناسبه في نزاعات كتيره، يعني مثلا لو اتكلمنا عن مكافاه نهايه الخدمه، العامل ما بيستحقهاش الا اذا كانت اللائحه الداخليه للمؤسسه بتنص على دوت، فيفاجئ في يعني الاخر ممكن ما تنصش. ففي النهايه احنا عاوزين القانون يقول بصراحه ان اللائحه الداخليه هي جزء من عقد العمل، والعامل يقر انه فعلا عارفها، اراها، ارى اللائحه وفهمها ووافق عليها واستوعبها كجزء من العقد، عشان نخفف الصدمات اللاحقه. ايه التداخل يا فندم الابرز ما بين قانون الخدمه المدنيه وقانون العمل؟ لا مفيش تداخل. ده حاجه وده حاجه. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان قانون الخدمه المدنيه بيطبق على موظفي القطاع العام. لكن طبعا ده بيمنح حقوق وامتيازات اكتر من قانون العمل. ليه؟ لان الدوله بتكفل امتيازات بما لها من قدرات. لكن صاحب العمل ما يقدرش يكفل الامتيازات ديت زي الدوله، منها مثلا التامين الاجتماعي والتامين الصحي. فبالتالي ومكافأة نهايه الخدمه زي ما حضرتك تفضل. الدوله بما لها من قدرات تقدر تعمل دوت. فاحيانا بيدخل العامل المؤسسه على اعتبار ان هو شغال زيه وزي القضاء العام. لكن في فرق، فبالتالي يجب التوضيح للعامل ان انت بتعمل من خلال قانون العمل الموحد، مش من خلال قانون الخدمه المدنيه. طيب يا فندم، يعني ابرز الشكاوى والعراقيل اللي بتواجه صاحب العمل والعامل حدوته بتاعت استماره 6 دي، اللي هي ان انا ما ينفعش امضي على اني انا موافق امشي من قبل ما ابتدي اشتغل، وفي نفس الوقت من الناحية التانية لو بصيت لها من وجهة نظر صاحب العمل ما ينفعش احتفظ بعامل اكتشفت انه فاشل، كسول، غير مهتم بتطوير نفسه، ما بياخدش دورات، مش عايز يبقى معايا في تطويره، وابقى انا بقى ايه خلاص بقى اتدبست فيه للأبد. دي من ضمن المشاكل. من ضمن المشاكل هو للأسف فلسفة القانون الحالي وقوانين السابقة ان صاحب العمل والعامل في علاقة عكسية، بمعنى ان عادة استفادة احد الاطراف بيبقى على خسارة الطرف الثاني، على حساب الطرف. عاوزين نحول الفلسفة دي من علاقة عكسية الى علاقة طردية وتعاونية. بفكر ان هي النجاح نجاح للجميع، بفكر المنفعة للجميع، خصوصا احنا بالفعل شركاء في العمل. بالظبط. فبالتالي احنا مش خصوم، لان بالمناسبة احيانا الكلام عن القوانين اللي بتنظم بعض العلاقات طويلة المدى، اذا اتكلمت في اي اتجاه يقول لك انت متبني وجهة نظر فئة معينة. لكن الموضوع اعمق من كده، موضوع له بعد اقتصادي، مش فكرة تغليل. تبني وجهة نظر صاحب العمل. مش هي دي الفكرة. أو العامل أو أحد المنظمات. لا، هو عادة يعني التاريخ كله، وحضرتك برضو صلح لي، التاريخ دايما يتحدث عن بطش أصحاب الأعمال وتشريد العمال والثورات، وثورة 69 اللي حصلت في أوروبا كانت برضو بسبب الموضوع ده، واتنقلت لأمريكا الشرارة، وبقى العالم كله بيتكلم عن مظاهرات ابتدت طلبة وبعد كده عمال، والحل المعروف دايما صاحب العمل يجيب التلاتة أربعة اللي عاملين أهلا وسهلا يا سلام أنا، ويروح إيه رافدهم، وبعد كده الباقي يخاف ويسكت. يعني المسلسل صعب يبقى من العكس، ولا إيه رأيك؟ لا، هو في أرض الواقع ما حدش ينفع يصنف ملاك أو شيطان طول الوقت. طبعا كلا الطرفين كل اللي بيحصل منهم أخطاء. حتى العامل يعني مش الأخطاء بس في جانب صاحب العمل. بلاقي بعض العمال يروح متأخر أو ما يأديش عمله بشكل المطلوب، ويرفض توقيع جزاءات. يعني يرفض أنه توقع عليه جزاءات. طب يرفض يعني إيه يرفض؟ يعني في حالة توقيع الجزاءات لا، يلجأ إلى مكتب العمل بحجة أن أنت ظالم. أن ده بدون وجه حق. فبالتالي مش هينفع نصنف احد الفريقين ملاك او شيطان على طول الخط. اكيد
في النهاية احنا بشر وكلانا له ايجابيات وله اخطاء. طب ازاي تتظبط؟ ازاي انا بتهيألي الدولة بدأت تعمل كده حتى في الحكومة، فكرة انه انت عايز تتطور، عايز تاخد دورات، عايز تمشي معانا في الاتجاه كده، هتاخد حوافز زيادة، هتاخد مكافآت، عايز تفضل خليك زي ما انت لغاية لما تطلع معاش هتاخد مرتبك. تمام. ما انا بقول لحضرتك ايجاد فلسفة جديدة وهي احنا في علاقة علاقة طردية وفي علاقة المنفعة للجميع. صحيح. بمعنى اني يحس العامل على انه يتنافس مش انه يتكاسل، وان نجاح المؤسسة نجاح شخصي ليه برضو. وده حقيقي. حقيقي. يعني احيانا كتيرة بعض المؤسسات بتخصص هامش من الربح للعمال كمكافآت اخر السنة. ده يدفع العامل انه يزود من ارباح. على ذكر بقى المكافآت، في كلام برضو في هذا التعديل عن فكرة الزيادة السنوية للراتب، يعني لأي حد حضرتك شايف انها تضبط قانونيا الحكاية دي؟ في ناس بتشتغل في اماكن ممكن الرقم اللي دخل، انا فاكر مرة حد قال لي المكان ده اللي تدخل فيه برقم هتموت بيه. يعني في بعض الناس مش حاطة الفكرة دي. فايه الشكل الصحي للتعاون ما بين العامل وما بين صاحب العمل في نقطة الزيادة السنوية دي؟ عاوزة معادلة حسابية اقتصادية اجتماعية. بمعنى حسابية اللي هو في معدل للزيادة. اما من اقتصادية اللي هو رؤية اقتصادية، ان هل المنشأة على المدى الطويل هتحقق ارباح ولا لا، مكنها من تقديم الزيادة دي ولا لا. تمام. والجانب الاجتماعي مدى الالتزامات الواقعة على العامل. فبالتالي هي معادلة حسابية اجتماعية. بس هو الجانب ده ما حدش يعني في مؤسسة مثلا في القطاع الخاص او في القطاع العام بتدرس حجم التحديات اللي بيواجهها كل موظف، مثلا شوف عنده دروس خصوصية ايه لأولاده، بيعالج فرد من افراد اسرته بكام. في الواقع انا ماليش دعوة بالمؤسسات الحكومية. المؤسسات الخاصة، تعالى نطرح الموضوع بشكل مختلف. اتفضل. لو حضرتك بترأس مؤسسة ولديك عامل عنده احتياج، اذا لم تسد الاحتياج دوت، ايه ممكن يكون البديل؟ انه هيمد ايده. صحيح. او انه يعمل حاجه تخالف القانون او تخالف الاخلاق، او اقل شيء انه هو ما يقديش عمله بالشكل او بالجهد المطلوب. ناقم. فبالتالي اذا انا كمؤسسه اقتصاديه برع العامل من الناحيه الاجتماعيه، مهما حققت خسائر لكن في مكسب على المدى البعيد. بمعنى انا لسه بكلم حضرتك اني بننظر الى المنفعه للجميع. لكن حضرتك بتتكلم، يبقى اذا حضرتك كنت تقصد في حته انه من الوجهه الاجتماعيه، بمعنى بشكل عام الطبقه دي بتعاني من ايه، او الاسعار بقت فين او كده. يعني مثلا من المفترض ان لما شركه تعين حد تفهم مدى الالتزامات الماديه اللي عليه. فبالتالي لو الراتب اللي هي هتديهوله ما يغطيش التزاماته، تقول له لا شكرا انا مش عاوزك، حتى لو هو راضي. حتى لو هو راضي. على فكره انا احيانا بعض المؤسسات بتفوضني في اتخاذ القرار ده. اذا لقيت العامل حجم الالتزامات اكبر بكتير من الراتب اللي انا هديهوله، يبقى انا بقول له اتفضل اسرق. مفيش داعي تشتغل وانت مضغوط عليك. يا هتسرق يا مش هتشتغل باخلاص. اتفضل اسرق. دي فكره. فبالتالي المؤسسه لازم تبص هل الراتب يفي بالالتزامات العامل ولا لا. زي يعني انا فاكر في بعض الدول بره، يعني لما بيجي فكره المورجج دي، فكره ان هو بياخد مثلا قرض اول ما بيشتغل وهو لسه شاب صغير عشان يجيب عربيه، بعد كده ياخد قرض عشان يجيب شقه، بعد كده فيفضل مخنوق طول عمره 25 سنه بالمورجج ده. لكن لفت نظري حاجه لطيفه في امريكا مثلا، لو جاء يجيب شقة وهو ما سددش أقساط العربية، بيقولوا له مش أكتر من مش فاكر 30 ولا إيه 30% من مرتبك، أنت مواطن أمريكي لازم تعيش كويس. يعني مش هنسمح لك تستدين
باكتر من 30% من المرتب. من اللي يخليك تحيا حياه كريمه. فبالتالي لازم انا اقتصاديا اراعي العامل وتبعات ان انا اظلمه في المرتب. لكن الزياده السنويه دي بتهيألي لازم بتبقى على كل اللي بيشتغلوا في نفس الشغلانه جوه المؤسسه دي واحده. ما هو فكره يعني مش هقدر اقول مثلا ده عشان ظروفه الاجتماعيه كذا فانا هديله 20% السنه دي زياده وده 15 ولا ايه؟ ما هو ممكن فكره الرقم الثابت هل في ملائمه اقتصاديه على المدى الطويل ولا لا؟ للشركه ولا للحياه للاثنين؟ عموما فاعتقد انها تحدد حسب كل منشأة. بمعنى انت حضرتك لو ألزمته برقم ممكن على المدى ما يقدرش. فبالتالي تبقى سبب إفلاس لأنه مش قادر يوفي بالالتزامات اللي عليه. هل ممكن مثلا يبقى في رأي مثلا لمندوبين عن العمال في تحديد مثل هذا الأمر زيادات حوافز مكافآت ولا ده مش وارد؟ لا موجود بالفعل منظمات عمالية. وطب أحيانا أنا من القانون دوت من القوانين اللي بتحتاج إلى حوار مجتمعي. من الآراء اللي بتتاخد المنظمات العمالية. لا أنا أقصد أقول جوه كل مؤسسة يعني جوه كل مؤسسة مثلا في زي حاجة كده جوه المؤسسة مثلا بيبقى العمال ممثلين بعض المؤسسات بيبقى العمال ممثلين في مجلس الإدارة مثلا. ده يحددوا حجم المنشأة. حجم العمالة. بمعنى هل المنشأة بسيطة التعامل فيها بشكل مباشر ولا متعددة الفروع ولا متعددة المجالات؟ يعني اللي عنده 15 عامل مش زي اللي عنده 500. طبعا يبقى فعلا ممكن يمثلوا لان هم بيمثلوا جزء. مفيش اتصال مباشر بينه وبينه. طيب انا هستأذن حياتك نخرج لفاصل اعلاني قصير ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا الكريم حول ما يجب ان يكون عليه قانون العمل في مصر. أهلا بحضراتكم معنا في القسم الثاني من حوارنا مع دكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون الدولي العام. دكتور ميخائيل حضرتك قلت لي جملة وبره في الفاصل أكدتها لي قلت كلام مهم جدا. مفيش حتة في العالم تقدر تقنع مستثمر بأنه لازم يدي كذا أو طبعا. نسبة كذا طبعا. صح؟ وإلا حضرتك قلت يروح لسوق أكثر مرونة. أكثر مرونة. لكن مفيش شك إن الدولة اللي بتستقبل مستثمر يعني ناخد مثلا عشان ما نعقدش الحكاية مصر مثلا دلوقتي بتجيب مستثمر فأكيد برضو هي عايزة تضمن حق تشغيل ولادها بنسبة معقولة طبعاً. إنه مثلا ما يستغناش عنهم من غير سبب في إنه يبقى بجد مستفيد بمهارة لو كانت موجودة حقهم في التدريب حقهم المادي وهكذا. إزاي بقى الدولة تقنع المستثمر من غير ما تفرض عليه لوائح أو كده إنه هو بيعمل اللائحة الداخلية للمؤسسة بتاعته إذا كانت مصنع مثلا أو شركة إنه هو فعلا يعني يدي نسبة كبيرة من الحقوق للعمال لأن كمان الدولة بسبب الظروف العامة مش قادرة مثلا ترخص الأسعار أو الجزء بقى الاجتماعي اللي حضرتك اتكلمت عنه. طب حضرتك استخدمت لفظ تقنعه مش تلزمه. أيوه ما أنا لقيت تلزمه ما فيش منها أمل فقلت أسألك على تقنعه. طالما إقناع يبقى هنتكلم عن حوار حوار مجتمعي حوار مع الرجل اللي هيضخ أمواله. أني أنت عاوز تكسب على المدى الطويل ابني عمالة. ابني قصد فريق العمل جزء من نجاحك طبعا. فبالتالي إذا احنا أقنعناه أن من مقومات المشروع عمالة جيدة مستمرة طبعا فبالتالي هيكون تنمية مستدامة اللي بيتكلم عنها العالم كله دلوقتي فبالتالي هيصب في مصلحته فيما بعد. فبالتالي نهيئ له فكرة العامل الجيد. العامل اللي بيشتغل بجدية
بواقعية. يعني إيه بواقعية؟ يعني لازم العامل يبقى مهيئ نفسيا أنه هو في سوق وسوق متنافس. بمعنى أن مش هينفع يفضل على حاله. أيوة، وأن التنافس ده طول الوقت، طول الوقت، مش أنا اشتغلت خلاص. لا، ده في أمريكا يقولك check your price every year، جرب شوف سعرك بقى إيه، كلم ناس تانية. كويس، عاوزين نزرع في العامل أنه يعمل من نفسه قيمة في سوق العمل. أي. فبالتالي ده هيبقى كده مطلوب، تنمية مهارات مستمرة، إتقان مستمر. فبالتالي الجانبين، جانب من ناحية إقناع المستثمر ومن ناحية تانية تأهيل العامل، إقناع العامل كمان، تأهيله تأهيله إنه هو غير القناعة، إنه عنده رغبة في التعلم المستمر. أيوة، أنا أقصد أقول إنه هو يقتنع بإنه بالضبط. يعني إحنا بنشوف في الجيش مثلا على سبيل المثال، الضباط ما بيتوقفوش عن الدراسة أبدا، يفضل يدرس لغاية لما يسيب منصبه، ياخد دورات وياخد شهادات عليا وياخد فرق ويسافر ففعلا احنا محتاجين كل المصريين نقتنع بالحكاية ديت، مش بس العامل. عاوزين نعمق الثقافة دي، التعليم المستمر، ان انا محتاج طول الوقت، طب ما اخد الدورة دي، طب ما اتميز في الحتة دي، طب ما ادرس دي، طب ما ذاكر دي. طيب بالنسبة فترة التدريب وشروط التعاقد، هل حضرتك شايف انه قانون المطبق حاليا في مشكلة في النقطتين دول؟ هو المشكلة مش في فترة التدريب، المشكلة في انه احنا مفيش مؤسسات عندها خلق تدرب حد، بتطلب عمالة جاهزة. لا يعني مش مقصودش التدريب بمعنى التدريب اللي هو تعلي مستواه، قد ما يقولك انا هدخلك شوية اشوفك معايا، يعني هي فترة تجربة. تجربة. اه، على فكرة قانون العمل بيدي صاحب العمل اول 3 شهور الاختيار في انه يكمل مع العامل او لك، او يقوله شكرا. بس الثلاث شهور مدفوعة الأجر، مدفوعة الأجر، لكن بدون قيود، بدون التزامات. يعني يقول له تفضل شكرا، أنا مش محتاجك معي. فبالتالي موجودة، لكن يعني هل كافية؟ لما نبص من وجهة نظر صاحب العمل ومن وجهة نظر العامل، محتاجة تزيد، محتاجة تقل، محتاجة تاخد بعد مختلف. بمعنى إيه؟ بمعنى نحط معايير للتدريب، انت بتضربني على ايه؟ بتختبرني في ايه؟ يعني ربما عدم الوضوح في فترة التدريب بتخلي القرار كمان من غير ملوش مسببات. مش عايزك وخلاص، غير مسبب. فبالتالي العامل ما بيعرفش، هو مستفادش. بتتعمل ازاي يا دكتور دي؟ يعني ازاي؟ يعني اصل حضرتك بتتكلم عن شركات ومصانع ومؤسسات، في اللي في السياحة غير اللي في الصناعة غير اللي في التجارة، فازاي يعني ايه المواصفات اللي تتحط لفترة التجربة؟ اعتقد محتاجة حوار مجتمعي ما بين ممثلين الطرفين، خصوصا ان بعض الفئات، بعض انواع الاعمال ما تحتملش اخطاء في فترة التجربة. بتبقى في اماكن الغلطة فيها ما ينفعش تتكرر. مثلا في حد في قناة في دولة عربية قالوا له ليك 3 غلطات، كان قارئ نشرة، وبعد الثلاث غلطات مشي. فأعتقد يعني فعلا في حاجات ما بينفعش فيها، خليك ودينا بنتعلم. فبالتالي اعتقد محتاج الموضوع محتاج حوار مجتمعي ما بين ممثلين الفئات، عشان نطلع بصيغة مرضية للجميع. طيب ايه الاجراءات المتبعة في حال فسخ التعاقد؟ طيب في الوضع الحالي، كلاهما المتضرر بيلجأ الى المحكمة العمالية خلال كحد اقصى 76 يوم من بداية النزاع. وبالمناسبة احيانا بنستخدم الفسخ كاحد المصطلحات المستخدمة من جانب صاحب العمل، لكن العامل ممكن يفسخ العقد بانه مش هيكمل. جاله فرصة احسن، عايز ينهي التزامه، وده المحكمة اللي بتحدده، محكمة عمالية. لو زي ما حضرتك قلت في نزاع، لكن لو في تراضي خلاص بياخد بيخلص خلاق طرف وخلاص.
لكن لو الأمر وصل للمحكمة بتقيم الضرر وعلى من وقع الضرر. بس حضرتك قلت ان في نقطة حضرتك يعني اثرتها مهمة جدا، القانون قال بحد اقصى 76 يوم بس ما قالش المحكمة بحد اقصى كام قرن ولا كام سنة تفصل. حقيقي يعني انا مثلا لو انا بشتغل في مكان وعندي لا قدر الله حد تعبان قوي في عيلتي وجات لي فرصة احسن، انا ممكن على ما اخد هذا الاخلاء الطرف يكون متوفى. عشان كده بقول ان القضايا العمالية من اولويات التقاضي الالكتروني اللي محتاجة سرعة الفصل. اه وبرضو في نفس الوقت لو انا صاحب عمل وعندي باتش معين او كم لازم اسلمه من المنتج مثلا، ما اقدرش ان انا استغنى عن العامل في الوقت ده، في الوقت ده انت محتاجه. فبالتالي عشان كده برجع خطوة للخلف بقول هي معادلة حسابية اجتماعية اقتصادية محتاجة حوار مجتمعي حقيقي ما بين الأطراف عشان نوصل لصياغة متوازنة. طيب عندنا نقطة أخرى من النقاط اللي أثيرت كثيرا بالذات في الفترة الأخيرة بسبب الضوائق الدولية أو الجوائح العامة زي أيام كورونا، يقول لك لا نشتغل من البيت، نشتغل بنص الفلوس، مش قادرين ندفع لك مرتبك، فالتأخير في دفع الراتب شهر اتنين تلاتة. كيف نتعامل أو نحط تصور في القانون القادم لنقط زي دي؟ ان احنا نتعامل مع ادارة الازمات. بمعنى ربما احنا في حياتنا ما بنفترضش بوجود الازمة. أيه. عشان كده لما تيجي لما بتيجي ما بنعرفش نتعامل معها، فمن الاولى ان احنا نفترض مقدمة حدوث ازمات. فبالتالي اعتقد ان القانون لازم يبقى فيه جانب ادارة ازمات. والمناسبة حضرتك بتقول أزمات عالمية ممكن تبقى خاصة بالقطاع أو أزمة خاصة بالمنشأة. صحيح. قطاع سياحة. قطاع أي كان. مصنع سلاسل الإمداد بتاعته تعطل. تمام. فبالتالي لازم يبقى فيه بعد لإدارة الأزمة على مستوى القطاعات وعلى مستوى المنشآت. فالوجود فكرة الأزمة المسبقة ربما يوفر كتير من المشاكل التالية يعني. طيب ايه الحقوق القانونية للعامل اللي مدة عقده انتهت؟ لو هو بيشتغل بتعاقد مثلا معين لعدد من السنوات، ايه الحقوق القانونية؟ هل في الزام على المنشأة او المؤسسة انها تمد هذا العقد؟ هل خلاص كده قعد بقى في الشارع؟ ايه بالظبط يعني؟ لا، في العقود اذا انتهت زي اي عقد خلاص الموقف انتهى. ربما في بعض بالمناسبة العقود ودي بنلاقيها بشكل كبير في المقاولات. انا محتاج مجموعه مرحله الانشاء construction stage بعد كده شكرا. خلاص بيبقى في وضوح في التعاقد. مفيش تبعات لانتهاء العقد. ومفيش. طيب ارجع تاني معلش بسرعه للحته اللي حضرتك قلتها الخاصه بالتاخير في دفع الاجر او كده، في ناس بتقعد شهور طويله وفي الاخر ممكن يقولوا له طب خد جزء، ومش كده اكيد حضرتك كمحامي بتشوف ده كتير. طيب يعني هل مثلا نقول انه القانون يلزم المنشأة مثلا بعد شهرين تأخير انها تزود الرقم اللي بيحصل عليه العامل لانه هياخده متأخر وهيكون استلف وهيكون ولا ايه؟ ما هو احيانا بيبقى فيه ظروف اقتصادية. فبالتالي هي لها ابعاد قبل ما ملزم المنشأة. فيها ربما احيانا بنتعرض لازمه سيول وركود، واحنا امريكا حاليا بتمر بركود. صحيح، محدش يقدر يقاضي منشاه على ظرف بيمر في دوله كامله. حضرتك اكيد متابع انهيار البورصات العالميه بسبب الركود المرشح للدخول الاقتصاد الامريكي. الركود في الاقتصاد الامريكي. فده بشكل او باخر بيأثر على عده دول ومنها مصر. يعني حتى المحاكم ما تقدرش تاخد قرار في حاجة زي كده. احنا بنتكلم في قوة قاهرة. احيانا بيبقى تلاعب من بعض اصحاب الاعمال. لكن عاوزين نفرق ما بين ده وظرف عام.
فأحيانا بيبقى الظرف الاقتصادي بيمنع وجود سيولة. احنا نتمنى كمان برضو فكرة مكتب العمل، يمكن ما عندناش وقت نناقشها، عايزين برضو دي محتاجة حلقة لوحدها، ازاي بيوصل المحقق في مكتب العمل لمدى صدق العامل اللي ملوش حيلة. وطبعا ليس خفيا ان في كتير اصحاب الاعمال بيدفعوا فلوس وبيخلوا العامل ملوش اي حق، بل بالعكس بقى يستخدم الموظف بخبرته في قانون العمل في انه ازاي يطلع الموظف من المولد بلا حمص. احنا محتاجين حلقة بقى، حياتك توعدنا تنورنا بإذن الله بخصوص يعني مكتب العمل او ما شابه من تسميات اللي هو حل المشاكل بين العمال واصحاب العمل. جزيل الشكر يا فندم، نورتنا. بنور حضرتك. شكرا جزيلا دكتور ميخائيل ماهر، استاذ القانون الدولي العام بالجامعه الامريكيه للعلوم. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله حلقه جديده، ودلوقتي تصبحوا على خير. هذا البرنامج برعايه